خلينا نبتدي المحاضرة النهاردة بالزتونة بتاعت كريستين كده. فهي بتسأل دلوقتي، هي كانت بترسم اللي هي شكل الشباك. احنا المرة اللي فاتت في الأسايمنت اللي فات خدنا اللي هي الفيلل دي. فهي بتسأل دلوقتي اللي هو الفراغ ده كده أنا ممكن أعمله إزاي؟ فأنا قلت لها في زتونة وهسجلها، اللي هي إيه؟ من ضمن الحيطان اللي أنت ممكن ترسميها أو الشكل ده، إحنا اتفقنا إحنا مش هنرسم يا جماعة الشكل ده عبارة عن بوكس، يعني أنا محتاج إن هو يكون مفرغ من جوه. صح كريستين؟ طيب هعمل إيه؟ انا عندي حاجتين. خلي بالكم احنا لسه في مرحله الكي جي، يعني احنا بمجرد ما نسيب الكلام ده ونخش على 2 دي ونجيب بلانات ونرفع وسكاشن وواجهات وهكذا، لحد دلوقتي احنا في مرحله الكي جي اللي هي عباره عن يا اما اجي هنا كده بالبوكس واجي هنا كده بالسناب واروح جاي واخد جريد بوينتس وفيرتي اهي، وابتدي ارسم بوكس بوكس عندي على الحدود دي كده شايفه بالسناب طبعا، خدت بالك، وابتدي افرغ فيها اللي هي شكل الشباك. احنا ما خدناش التفريغ، بس انا جيت قلت لهم كده الامر على الماشي بالحب، ما هو الشرح بتاعت لما جيت قلت لهم شكل الكبسوله، لو انت اتفرجت على اول محاضره ان انت ازاي تطرح كتله من الثانيه. احنا ما خدناش شرح، احنا ناخده النهارده شرح. بصي دي كتله اهي، وهمسك ده. انت اتفرجت على المحاضره الاولانيه اللي ما جيتيش فيها؟ شفتها. اوكي، فانا هاجي هنا ادي هنا كومباوند واجي اقول له هنا بروبوليان واجي اقول له هنا ستارت واروح واخد فيه. فانا كده عملت الفراغ. خلاص؟ ده تحديدا اللي انا قلته في المحاضره الاولانيه ده بالحب، واحنا بنتناقش الاشكال واستفادتها وي وي والكلام ده كله. معلش ممكن تاني بس الستاب دي؟ وعاشر طبعا طبعا، بس انت كده تقريبا انت ما اتفرجتيش على المحاضره. طيب لا ماشي، لا بجد شفتها. يبقى كروتي فيها. طيب بص، احنا ساعتها خدناها فين؟ لو حد منكم يفتكر ساعه لما جينا بنتفرج على الكتل دي قلت لكم في شكل كبسوله، هي دي. حد فاكر الكبسوله دي ولا نسيتوها؟ كنت بتتكلم ان هي تقدر تحطها في جامعة، صح؟ ازاي ان انا اروح استخدمها. فانا كنت جبت هنا كده كريستين، ده كتله وعايز اعمل فراغ، يا اما محراب في مسجد يا اما في الانتيريور بتاع فيلا احط تمثاله من جوه لايت وهكذا. المهم ان انا اقدر استغل الكتل، وعشان خاطري ممكن تبص على المحاضرات بس ايه يعني ايه بتمعن شويه، وان شاء الله افصصها لك تاني وتالت زي ما انت عايز. مش عشان الامر ده، انا بتكلم عشان كل حاجه، عارف انا شايل الحشو من منهج وجايب لك الزيتون من الاخر. فانا همسك الكتله، خلي بالك ده هنشرحه النهارده. كريستين طلعت فين؟ مع حضرتك. طيب بس ما تقفليش المايك. بص انا هاجي اخد من حاضر. هنا ادي كومباوند اهي، ده الامر او كاتيجوري بيبقى فيه مجموعه اوامر زي الموديفاير كده. ماسك الكتله اللي انا هطرح منها واجي هنا بروبولين واجي اقول له هنا ستارت واروح واخد، خدت بالك؟ فانا كده فرغت كتله من الثانيه. اوكي. خدت بالك؟ انا هشرحها تفصيلا النهارده. خلاص؟ وزيتونها ومشاكلها وحاجات كده. فهو ده كان المقصود. احنا لما جينا اتكلمنا المره اللي فاتت على امر لاتس، خدت بالك ايه امر لاتس اصلا؟ ده اللي احنا ما خدناهوش، وكان المقصود لما جيت اديتك البرجوله ان انت تروحي بالعاميه كده تنكشي جوه اي فايل تجيبيه من الانترنت او حتى كمكتبه عامه اشوف هو اصله ايه. يعني انا رحت جبت مثلا بوكسر ومتشكل وطلع لي شكل غريب كده مش عارف معمول ازاي، فبخش على موديفاير، خدت بالك، بلاقي ان هو كذا وكذا وكذا، ودي الاوامر اللي اتعمل دي عشان كده اديتكوا البرجوله. طيب ايه امر لاتس؟ انا باجي من موديفاي ليست، وده امر من ضمن الاوامر يا جو كتير قوي احنا ناخدهم اهو، بدوس حرف ال فبيجي لي. ايه اللي انت شايفه يا مصطفى مجرد ما تضغط عليا كده؟ ايه انت شايف ايه دلوقتي؟ شايف كيوب عمر اللاتس؟ تمام، يعني هو عباره عن كيوب، الكتله نفسها اختفت ما سابليش الا العظم بتاعها، صح؟ مش عارف حد شايف بالظبط. الكلام ده اول. فمعنى كده ان انت عندك امر لاتس هو بيروح يشيل لي الكتله ويسيب لي السيجمنت. يعني معنى كده يا كريستين لو حضرتك حابه تزودي السيجمنت او تزودي العظم ده فهرجع لاصل الكتله وحاجه ازود سواء لينث او ويدث او هايت، شايفها؟ طب تمام بلاش ده، تعالي هنا اهو كده للكون، ادي الكون اهو. الكون بطبيعته برضك فيه سيجمنت، طب تمام هتعمل ايه؟ هتروح انت جاي حتى زي البرجوله كده قلت لكم دي هي 8 اضلاع، وهشيل السموزنج بتاع اللي هو ماشي، حاجه هنا كده من موديفاي وهاجي اقول له هنا ال وان من غير ما اعمل اي حاجه خالص. هو ايه اللي حصل؟ بقى في فراغات، شال لك الكود ده وما سابش الا السجن. يعني انت بمنتهى البساطه لو حابه ان انت تظبطي الفراغ ده سواء بالزياده او الناقص حضرتك هترجعي للكون وتشوف السجن، لو عايزه تقليها ده الشكل هيبقى موجود، حبيت ازود السيجمنت ده الشكل هيبقى موجود، لو هي دي شكل البرجوله اللي انت شفتها. طب تمام. تمام. طب ايه بقى ايه اصلا اصل لاتس ده؟ امر لاتس ده هو عباره عن امر بيديني حاجتين، ادي كتله، انا جبت كتله بسيطه بس عشان تبقى ايه مرئيه بالنسبه لي.
حاجه من هنا كده، واجي اقول له ال وانتر، طب تمام شكرا. ايه اللي حصل؟ هو لا تتنسب لحاجه من الاثنين او الاثنين، السيجمنت والجوينتس بتاعتك. ايوه يعني انت عايز الجوينتس بس براحتك، عايز الستراتس او السيجمنتس براحتك، عايز الاثنين زي ما تحب، ومديك البارامترز كمان بتاعت الاثنين. يعني ادي السيجمنت لو حبيت تغير التكنيك، او لو حبيت ازود السايز عشان تبقى دائريه شايفها، او الجوينتس ممكن اغير الاستراكشر او شكلها واغير الريديوس بتاعتها اهي، واغير السيجمنتس اهي. خلاص هو مديني حاجتين، ممكن استخدم الاثنين وممكن استغنى عن اي واحده. ده القصه اللي هي بتاعت امر الله. طب مال ده بقى ومال الشباك؟ هقول انا معايا كتله زي دي كده اهي. خلاص الامر اللي بالحب عندنا هنا يا جو، اللي هو عباره عن بوكس، ايوه. ما خدناش امر. انت كنت بتعمل ايه؟ لا انا النت عندي انستيبل. طيب فانا همسك اصل الكتله وهاجي هنا كده ادي كومباوند، وهاجي اقول له هنا بروفوليان اهي شكرا، وهاجي اقول له هنا ستارت وهطرح. ممكن اخدها كوبي، حد فاكر كوبي ونسنس وريفرنس؟ حد فاكرهم؟ الناس ساكته، بقيه الناس جت اهي، عبد الرحمن واحمد اهو. والله انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت هموت وافتكر البتاع ده اللي هو هتلاقيه في البروبولين ده. هتلاقيه في المحاضره الاولانيه، احنا ما خدناهوش بس احنا شرحناه بالحب بس. خد بالك؟ انا استخدمته في الشبابيك. بس احنا هناخده شرح النهارده تفصيلا كمان. خد بالك؟ بس انا اديت بريف عنه كده سريعا قوي في اول محاضره كتعريف ان انا ممكن استغل الكتل ازاي. وانا بيني وبينك بتك على الحاجات الصغننه اللي انا بقولها في المحاضره يعني. فباجي اقول له هنا ستارت، اروح واخد دي. هو كده طرح عندي وساب لي نسخه، مش عارف حد شايف ولا لا. ايوه. تمام ماشي. همسك اصل الكتله اللي هي دي، وهاجي هخلي الثيكنس بتاعها زيرو. لا مش فاهم، هو انت لو ما خليتوش زيرو ايه اللي هيحصل؟ لو انت جيت عملت لاتس عشان تعمل الشباك كريستين كده هيطلع عامل زي القفص، مش عارف انت شايفها ولا لا. فهتيجي هنا كده في اصل البوكس يا مصطفى، وتيجي تخلي التخانه بتاعته زيرو كده، واجي هنا اهو اللاتس واشيل الجوينت، واجي ازود السايد عشان يبقى اديني شكل الحلايا اللي في الايه في العظم ده كده. اجي هنا البوكس واجي اقول له لو سمحت انا عايز بلس مثلا، لو حابب اهي شباك ده ولا مش شباك؟ شباك. مش شباك ونص كمان. طب انا لو حبيت مثلا اعمل هنا اهو كده ازاز، هعمله ازاي؟ مش بتكلم عليه كماتيريال، انا بتكلم عليه ككتله، هعملها ازاي؟ هو الخطين اللي في النص دول حضرتك دوست على ايه؟ دوت السيجمنت، مش اتفقنا ان هو بيشيل العظم دي؟ اوكي اهي ماشي. بصي اهي. طيب انا لو حبيت اروح اعمل بقى الازاز هعمله ازاي ككتله؟ مش متأكد. هروح هو اجيب ممكن لو البلين تنفع كأساس. هروح اجيب بلين، مش بتكلم على ماتيريال يا جو، خد بالك انا بتكلم عليه ككتله. هجيب بلين وبالسناب هروح لاقط هنا صح؟ انا عايز حد يرد من الناس ساكته. اي تمام انا بقول تمام طب بس اقول لك حاجه، هل انت تضمن ان هو يجي اكيوريت بالظبط ولا هيطلع عينيك لمده ثانيتين ثلاثه؟ لا مش لا ده شاكر. هيطلع عيني دقيقتين ثلاثه مش تمام. ثانيتين ثلاثه. طب تعمل انت ايه بقى؟ انا هاجي هنا كده يا مصطفى واروح جاي كليك يمين واجي اقول له هنا ايه؟ كلون. كلون كلون ايه كلون ده؟ ده جديد لسه بقوله دلوقتي. كلون بيروح يعمل نسخه تانيه يا كريستين في نفس المكان. عايزها كوبي؟ طبعا. لا مش فاهم، هو انت ايه السبب اللي يخليك تروح تاخد نسخه في نفس المكان؟ عشان هنا اهو بعد ما خدت النسخه حاجه اقول له الغي لي امر لاتس، يبقى انا كده وفرت موضوع السناب وان انا اجيب اوبجكت تاني واقعد اظبط فيه. انت بتستنصح على الامر، مش عارف حد معايا ولا لا لا لا؟ انا ما فهمتش. طب انا ما احنا ليه فهمتش. لازم نعمل نسخه؟ ليه ما ينفعش نبقى الامر لا تصعب طول؟ طيب بص، مش انت عندك دي نسخه العظمه ايه؟ ايوه. طيب انت لو حبيت تعمل ازاز هتعمل ايه؟ مش هتجيب كتله بلين بالسناب وتروح حاططها؟ تمام. تمام. انت دلوقتي لما انت جيت خدت هنا اهو كلون، مش خد لك كوبي من نفس الشكل؟ انت استفدت حاجه كده؟ لا طب ما تلغي الامر لاتس، انا استفدت بس انا قلت اوفر خطوه السناب اهي. ده في نفس المكان، في نفس المكان ما هي بخليه في كلون نفس بيعمل، المكان. طبعا كلون تمام بيعمل تمام لي اوبج، كلون بيعمل لي نسخه في نفس المكان. طب انا بس مقلق من بقيه الناس، مقلق من بقيه الناس ساكته بس. دقيقه واحده تمام احمد، يا انت معايا دكتور. يا احمد؟ ابو حميد دكتور معاك. ايه عامل دلوقتي يا احمد؟ انا قبل شوي لسه دخلت، قبل دقيقة تقريبا. لا انا عارف، انا شفتك وانت داخل بس قلت اسال عليك، انت كويس احسن دلوقتي؟ الحمد لله اموري طيب طيب حبيبي دكتور، الله الله يسلمك. يحفظك، انا لو معايا تليفونك كنت طمنت عليك.
حبيبي والله ما تقصر. صحيح، تسلم. في حد الله هنا اتش، يسعدك. في حد اتش بي ام تي مش عارف مين. جاهز انا مين برضه تاني؟ شكيت في الاسم بس افتكرت حد تبعكم يعني. مين يا جماعة؟ جاهز مين تاني؟ في 3 دي يعني كريستين بتقول لي دلوقتي لو انا حبيت ارسم فبرسم بلين عمره ما بيجي مظبوط معايا هنا في 3 دي. لو انت عايزه كريستين ترسم في 3 دي هنا، هتروح انت كده يا مصطفى تيجي هنا في وظيفه عندك، لما تيجي ترسمها في عندك حاجه اسمها ايه؟ مستر تامر، مستر تامر ها هستأذن حضرتك بس جالي تليفون في الشغل، هرد عليه وارجع لحضرتك. ومستنيك واعد لك اللي انت عايزه. بص هتلاقي في عندك هنا ايه؟ اوتو جريد. دي معناها ايه؟ ان السطح دي يا مصطفى اللي انت واخده هو ده اللي انت بترسم عليه. ودي احنا خدناها في البرجوله لو انتوا فاكرين، البراد واتنين ليمون وشجره والحاجات اللي احنا قلناها دي. طب دي حاجه، انا بس عايز اتاكد من حاجه، هل دي كده تمام؟ ايه موضوع كلون ده؟ كده تمام. طب انا ممكن اقولها تاني بس تاكيدا عشان اخليكم تعملوه وبعد كده اخد سؤال كريستين. تمام اوكي تمام عندك. طب خلاص، طالما انتم مهبطين كده ممكن ناخد امتحانك، ايه رايكم؟ يسخن بامتحان؟ أنا معاك، ها مصطفى؟ أنا معاك في أي حاجة. خلاص احنا نديهم امتحان يا مصطفى ونقعد نشرح انا وانت، طالما انت مصحصح معايا وهم اهو، ايه رايك يا درش؟ معاك كده كده. ماشي؟ يلا يا جماعه 5 دقايق واستلم. أنا رجعت بس ما في إيه؟ امتحان ايه ده؟ ثانية. انا ما غبتش قوي كده. ايوه طب بص انا يعني هو هوحق. كانوا بيسالوني على الفلوس. رجعت لقيت في امتحان. ايه ده؟ طب بص، بص دلوقتي انت عندك هنا ده عشان هسيبكم بس تعملوها، وبعد كده لسه في سؤال كريستين لسه حلو. ده تمام يا اوبجكت اهو، اه انا هرجع تاني من اول ونضيف خالص فاير ريسيت، وحضرتك هتيجي هنا تعمليه هنا ادي بوكس. ودايما يا كريستين اشتغلي في اي مكان. هي كريستين كان عندها سؤال ان لما ترسم حاجه ما بتجيش اكيرت بالظبط، وانا هجاوب عليه بس كنت عايز اتاكد ان ده تمام. فانا هاجي هنا كده واروح جاي راسم هنا ادي شباك اهو، تمام؟ مش مهم التفريغ دلوقتي، مش مشكله، احنا لسه كده كده هنشرحه. انا هرسم حتى ادي البلين حتى من غير تفريغ اللي هو ده، حاجه هنا كده من موديفاي، وحاجه اقول له هنا قال له انتر اللي هي امر لاتس، هيشيل لي الكتله ويسيب لي السيجمنتس. اكيد مش هيسيب الجوينتس ان هو كده بقى عامل زي السجن، حضرتك ها هتشيل الجوينتس خالص كده. بقى عندي العظم، عايز اتحكم في العظم كريستين كده يا عبد الوهاب، حاجه اقلل ايوه السيجمنتس معاك اهي. معاك عايز ازود السايدز او اغير العظم ده نفسه، ادي السايدز اهي. طب عايز اعمل ازاز، مين حلو. يملاها لي دي بس اللي فاكر؟ هتعمل بلين بقى نعمل نعمل كلون كويس كلون، كده. اه هتعمل هعمل كلون كلون، بقى، يعني كلون كليك يمين، 24 لاتس اه كليك يمين، وهاجي كلون. اخد امر اسمه كلون، وهاخد برين سكرين كده وابعته لكم على الواتساب للتذكره بس. تمام سهل خلاص؟ طب ثم بعد ما انا عملت الكلام ده هاخده كوبي، خلي بالك عشان في بعض الناس بتنسى وتخليه انستنس. هي هتفرق؟ اه طبعا، لو انت لغيت اللاتس هيلغي لك من الاثنين، فهاخده هنا كوبي. ثم كده بقى معايا نسختين اهي. طب انا ايه الحل بقى؟ هروح جاي هنا لاغي امر اللاتس، هتتفضل عندك مين؟ خلاص ده الازاز. هنعمل زيتونه صغيره بقى عشان نبين بس مؤقتا ان ده ازاز لحد ما نيجي ناخد الماتيريال. هكليك يمين واقول له هنا ايه؟ قلل له بس Object شوية. Properties، وتيجي هنا تقول له هنا ايه؟ لسه خليها مثلا 0.4 مثلا. دي حاجه اسمها فيزابيليتي اللي هي درجه الشفافيه او الظهور. وصلت؟ تمام تمام وصلت؟ تمام اه دي كده وصلت؟ تمام عشان اخد سؤال تمام كريستين. اه وصلت. طب تمام، يلا كريستين سؤالك بقى. نروح نعمل ده يعني، نروح نجربه. بس بعد ما كريستين تقول سؤال، قولي كريستين ماشي ماشي. عشان هو نفس السياق. انا لما كنت برسم في مثلا في اي فيو تاني غير 3D، ما كانش بيطلع لي الحاجة في المكان اللي انا عايزاه بالظبط يعني طيب خالص. هقول لك، بص انت دلوقتي انت بتتكلمي على شكل جنب مثلا وعليه شباك مثلا، مثلا هقول لك ده جنب مثلا اهو حلو. فعايز عايز ترسمي شباك فين؟ انت هترسمي هنا ولا في الفرونت؟ في الفرونت مثلا، ادي الشباك اهو. في اي حته. بص كده في التوب، بص كريستين كده عامل ازاي في التوب؟ شايف حاجه؟ لان هو الستاندرد بتاعه يعني البرنامج كستاندرد هو بيشغل في الاكس واي زد 0 و0 و0. ان ما كانش يبقى اكس هيبقى واي، دايما هتلاقيه ان هو مرابط فين؟ عند 0 و0. فانت لما تيجي ترسمي باي ديفولت كده هو بيرسم عندك هنا. يعني بص كده رسمت في الفرونت، بص طالع في 0 ازاي؟ جيت رسمت هنا اهو، بص طالع فين هنا في الفرونت؟
يعني برضك هتلاقي في خط منهم زيرو معايا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلفك عن الكلام ده ان انت لو جيت قلت له هنا اوتو جراد زي ما كنت بقول لهم كده، عندك يا جو انت عندك ادي الشكل اهو، وحضرتك هتيجي هنا كده تقول له لو سمحت اوتو جراد عشان تيجي ترسم هنا في البرسبكتيف زي ما قلت لك موضوع البراد او اتنين ليمون وشجره بتاع المره اللي فاتت، وترسم على ايوه السطح ده كده. طيب بس كده انت ممكن ترسم على السطح اللي انت عايزه. تمام اوكي وصلت؟ طيب تمام. قبل بس ما نكمل الزيتون او المشاكل، انا عايزكم تعملوا موضوع لاتس وكلون والاوباستي وكده وترجعوا. تمام هو انا بس اقول لحضرتك على حاجه، انا لما كنت معلش بشتغل على قول. على الفلل في الاساينمنت تمام، كان عندي مشكله في ان انا احطهم كلهم اكيوريت فوق بعض، هقول فكنت لك بحاول اظبطهم شويه في التوب وشويه في ال 3 دي ده كلامك صح. عادي، ولا انا كده كنت بعقد؟ لا انت مش بتعك ولا حاجه، بس هو انت خلي بالك لما هتيجي ترسم انت في عندك طريقتين للرسم، يا اما تيجي هنا عندك بالسناب وانا جاي واخد مثلا هنا جريد بوينتس وفيرتكس ده لحد ما احنا خدنا، وابتدي ان انا ارسم العظم او الجوانب اللي هي المفروض احنا نعملها. كان ايه المقصود بالكلام ده كله او شغل الكي جي اللي احنا بناخده؟ ان انت عندك الكونكشنز ما بين الاثنين دولت يكون ما فيش تسريب نور، تكون حاجه اكيوريت كده شايفها؟ يعني حتى لو انت هترسم دي كده اهي شايفها اهي، يبقى الموضوع ماشي معاك بالظبط، ما هوش ما ايه ما هوش فيه فتحه عشان ما تضايقنيش لما اجي اخد موضوع اللايت ويبقى فيه تسريب للنور واقعد اشوف فين الفتحه فين والقصه دي كلها، يعني الحاجه بالظبط اكريت يعني خلاص. طب دي حاجه. طب معلش هو في حاجه تانية اسهل شويه، لو انت جيت بصيت يا مصطفى كده هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها ايه؟ هتلاقي من جواه ايه؟ وول هتيجي تدوس وتكليك وتسحب يعني. شايف حاجة؟ كده مثلا ايه؟ كده وعلى الجراد وابتدي امشي وامشي واعمل السايد اللي انا عايزه لحد ما اقفل. بس هو ده مشكلته حاجة واحدة بس، طول ما انت جوه الامر هو بيسمع كلام سواء في طول في عرض في ارتفاع زي ما انت عايز. وانس ان حضرتك جيت خرجت من الامر ودخلت على موديفاي باي باي كده شكرا مفيش. طب ده شايف حاجة؟ بالظبط انا كنت اسال عليه. ما دي مشكلة. وبعد كده في مشكلة كمان مع التروبوليان، لما بتيجي تفرق كتلة من التانية بيديك سواد، فاحنا أصلا هنستخدمه مؤقتا بس في المرحلة بتاعتنا، لأن أصل شغلنا هيكون كات ودي، ثم ندخل على 3 دي ماكس ثم نعمل أوفست ثم نرفع وتشامفر وفلت وويلد وجوين والقصص بتاعتنا العادية دي. خلاص؟ ده بعد المرحلة اللي احنا بتاعت فيها. بروبوليان تاني عشان بتلخبط في الخطوة لا دي. أنا بروبوليان هشرحه تفصيلا النهارده دلوقتي حالا دلوقتي بس بعد ما تخلصوا دي. اعملوا لي بس الشباك اللي هو بلاتس ثم اعملوا له الفيزابيلتي بتاعته وابعتوه لي عشان نكمل زيتون او مشاكل. تمام لو انت عايز تشوفها لمجرد بالحب بس لحد ما ناخدها شرحا اهي. انت عارف ما بقدرش اقول لك لا مصطفى اهي. ادي شكل الله يخليك. اهو ادي شكل اهو. وهرسم هنا ادي الشباك وبرضك انت بتفهمها بالحب لسه ما خدناش شرح. ايوه حطيت الكتله. هاجي هنا كومباوند. هاجي هنا بروبوليان اهي. وهاجي هنا ستارت بيكنج اهي. وهدوس وان كليك. فكده انت بتعمل فراغ من كل واخد تمام بالك، وهشرحها تفصيلا حالا دلوقتي بس بعد ما تخلص. تمام يلا اللي خلص يبعت لي على الواتساب. بص انا هقول لك حاجه تانية برضه، خدم من ضمن التعريفات اللي احنا خدناها في اول يوم اللي هي الدوم بتاعت مسجد قبة الصخره، دوم الذهبي لو حد فاكرها بتاعت لما اتناقشنا فاهم. وجيت قلت لك انا عايزها هنا كده نص حمد هشام اهي، وشلت السموزنج بتاعها مش عايزه كريستين اهي، وحتى ساعتها كمان خليت ده. شفتيها كريستين في الفيديو ولا ما شفتهاش برضه؟ لا فاكرة حاجة زي كده. طيب فانا هعمل ايه؟ هو اصلا اصل المسجد الاقصى ده هتلاقي فيه الوايرز المربعات دي فيه بروز عليها، اعملها ازاي؟ هكليك يمين وهاجي اخد ايه؟ كلون كلون واقول له كوبي. ليه؟ انا كده بقى عندي نسختين. حضرتك هتيجي هنا تقول له ال وان الحق ده سابك الجوينت شيلها والثيكنس ده قلله يعني خليها مثلا 0.3 مثلا، يبقى النتيجه عندك بقى الشكل ده كده. شايف حد شايفه؟ والله طيب. تمام. ممكن انت مثلا لو بتعمل متحف بتعمل فيلا دي ممكن تبقى ازاز ممكن تبقى ستانلس ممكن يعني على حسب بقى الشكل. وصلت؟ تمام طيب اللي يهمني في الجزئيه دي اللي هي امر لاتس. طيب بص بقى في 3 اوامر احنا خدناهم بالحب وكانوا في منتهى الاهميه وكانت اهميتهم في زياده السيجمنتس او قلتها لو حد فاكر، اللي هو بند وتويست وتيبر لو حد فاكر. تمام اللي ساكت ده مش فاكر؟ تمام تمام طيب معاك. انا فاكر بند وفاكر تويست، هقول لك بص ايه مش فاكر الاوامر بند دي؟ واحد.
كنا احنا رحنا جينا، كنت بشرح موضوع السيجمنتس، وقلت لكم يا جماعه كلمه سيجمنتس مش عارف حضرتيها معايا كريستين ولا لا، اللي هي ايه يا ساندرا؟ انا عارف انت مش موجوده بس بنادي عليك. اللي هي عباره عن ان انت عندك مجموعه سيجمنتس اللي هي ايكوال بتساوي كلمه مرونه، اللي بتديني امكانيه ان انا اخلي الشكل اعدي فيه زي ما انا عايز. طب يعني ايه؟ يعني انا هاجي هنا كده ادي بوكس كريستين انت معايا، وهاجي اقول له مثلا لو سمحت انا محتاج ممكن. عمود 10 في 10 وارتفاعه 100، واقول له هنا كريت اوت. ده الاوبجكت بتاعي اهو. كان في امر من ضمن الموديفايرز اللي موجوده امر اسمه بند. طب بند ده بيعمل ايه؟ بيتني، هروح اتني الشكل ده كده يا كريستين 180 درجه. بس قولي لي هل هو التنه؟ لا الخط لا الاورنج ده سيجمنت نود بقول لك سيجمنت المفروض ان هو يتني فين بالشكل ده؟ طب كانت ايه هي المشكله؟ ان انا لازم سيجمنت اروح ازود له سيجمنت سيجمنت فين؟ ودي كانت المشكله بقى. قلت لهم ما حدش يزود سيجمنتس الا في مكان ما هو محتاج. فاحنا رشينا ان هو ايه على الهايت سيجمنت مثلا، وزياده الهايت سيجمنت على حسب رؤيتك للشكل اللي انت حابه تعمله. هرجع الامر بند، اديته انجل، في حاجه اسمها دايركشن، اتجاهه فين، عايزه يبند يمين ولا شمال. وخلي بالك هو ثابت مطرح البيفوت اهو، يعني البيفوت ده اللي هو السنتر بوينت موجود من تحت وبيلف من فوق، مش عارف حد شايف ولا لا. تمام. عايز تروح تعمل بند في انهي اكس، اكس ولا واي ولا زد؟ في الزد عشان ده الارتفاع. طب في انهي حته يا مصطفى في العمود؟ هو العمود كان كام سنتي يا مصطفى؟ كم 100 100 سنتي10 متر، في 10 في 100 10 في 10 في. طب انا عايز اروح اعمل بند لاول 50 سنتي، فانا في عندي هنا حاجه اسمها ليميتس. يعني ايه ليميتس يا كريستين؟ يعني انت بتحددي له حته معينه هي اللي تبتدي بس في العمود كله. يعني هاجي اقول له ابتدي الايفكت للبند من زيرو لحد السنتي رقم 50، يعني روح اتني لي اول 50 سنتي بس وشغل لي الليمت ايفكت. هيعمل ايه؟ هيتني من زيرو لحد 50 فقط، والباقي هيبعد. مش عارف حد شايف ولا لا؟ ايوه تمام وصلت؟ بس تمام الكلام ده بسبب مين، او مين اللي كان ليه الايفكت، او ليه السماحيه، او ان هو يسمح لك تعمل الكلام ده، ان انت عامل سيجمنت؟ الليمت لو ما افكت لا سيجمنت، ما حتى لو في ليمت ايفكت وما عنديش سيجمنت مفيش حاجه هتحصل. خدت بالك؟ يعني لو ما عنديش سيجمنت كده ولا هيسال فيك ولا هيعبرك برضك، اهي شايف؟ خلاص؟ انما الليميتس هي اللي بتحدد لك مساحه معينه. وصلت؟ تمام وصلت؟ تمام 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 طب ماشي. تمام انت عملت الليميتس من كام لكام؟ كريستين انت ساكته فاهمه ولا نص نص؟ من 0 ل 50 لا لا فاهمه. طيب كريستين انت قافله في مشكله ولا عادي لا لا مركزه؟ انا معاك. لا لا انا مركزه اوكي بس مش اكتر. طيب، فانا عندي هنا الليميتس بتاعتي من 0 لحد 50. طب افرض ان مثلا كريستين قالت لي انا عايز ابتدي من 25 ل 75، هينفع؟ وإيه اللي يخليه ما ينفع ينفعش؟ عادي، انا بسال ينفع. طب ينفع خلاص حط ينفع الليميتس عادي بدايه، حط الليميتس بدايتك هنا من 25 سم ودوس انتر. الحق دوس انتر، الحق دوس انتر. ده مش راضي، اعمل ايه؟ الغي ليميت افكت نجرب هلغي الليمت اهي، لغيت الليمت افكت ولا هيعبرك برضه، واللي هيقولها هشيل له فيلا من التسعه بتوع النهارده. طيب تسعه تاني تاني كده بس يا باشمهندس معلش تاني هقول لك. الامر نفسه امر بند بيسمح لك ان انت تدي الامر الثاني او البند من زيرو لحد زي ما انت عايز، لكن تمام. بلس زيرو مش راضي، اعمل ايه؟ ايه الحل؟ وانت عشان بدأ بنقطة عشان البيفوت في البيفت وعشان اوكي الدايركشن. ماشي، ما هو الدايركشن زيرو. طب والبيفوت عشان مين؟ جدع، عشان البيفت فهو ثابت ما هو عشان عشان البيفوت البيفت الامر نفسه ما بيرضاش صفر يزيد وصفر. عن، الامر نفسه مش بيرضى يزيد عن زيرو. طب ايه الحل؟ لو انت حبيت تبقى 25 انقل البيفوت، انقل الزيرو. انت بتضحك على الامر، يعني هلغي امر بند. هتشايف مش ده البيفوت اهو، اي اغيره اي ازاي؟ حلو ادي بقى هيراركي افكت بيفوت، ده الكلام ده ان طلب منك الكلام ده وانت حبيت. هرفع عندي البيفوت 25 سم، يعني كانك بالظبط موتت ال 25 سم اللي تحت دول. هتشايفهم؟ تمام حد يرد يا جماعه؟ تمام خلاص كأن بقى 0 0 تمام بتاعي 25 جدع، برافو عليك. وهاجي هنا ادي له بند من اول وجديد. خلي بالك لازم تشيل امر بند وتطلبه تاني. واجي هنا اقول له لو سمحت اديني 90 درجه، اتني 90 درجه، الليمتس بتاعتي من كام لكام؟ برضك من 0 ل 50. هي بالنسبه له من 0 ل 50، لكن بالنسبه لي انا من كام لكام؟ من من 25 ل 50 25 25 ل 75. حد معايا ولا؟ تمام يعني اقصد امر بند ما بيرضاش يزيد عن زيرو، طب انت حرك له مكان الزيرو. انت بتضحك على الامر نفسه. وصلت؟ تمام وصلت؟
فاضل. اه طيب ماشي، جربوا ارجعوا. انا كده مخصوم لي 10 فلل. شوف انا طبعا يعني ايه ولا اعملها برضو بروتيت. ماشي يا عبد الوهاب، بص كده، هي أول واحدة دي سهلة صح؟ ولا فيها مشكلة؟ طيب هقول لك، إحنا خدنا المرة اللي فاتت إيه؟ مش إحنا خدنا شيفت مع موف وشيفت مع روتيت وشيفت مع سكيت؟ يعني أنت ممكن تيجي كده هنا أدي روتيت وأدوس شيفت وأروح أقلب دي كده صح؟ ها؟ تمام. طب في حاجة أسهل، هتلاقي كريستينتي معايا، هتلاقي في عندك هنا من فوق أمر اسمه إيه؟ ميرور، ماشي. دوس عليه. فكرت ان انت كنت عايزه بنفس نفس الشيء. واجي هنا كده واقول له اغير بس الاكس كوبي، حد فاكر كوبي انستنس وريفرنس؟ ايوه. نو كلون يعني ياخد الاصل يعكسه، لا كوبي وانستنس وريفرنس، وهاجي اغير بس الاكسس كده. شايف كده اسهل؟ تمام. يلا جرب بنلعب وارجع. بالميرور يعني. ايوه على فكرة انا فكرت فيها بس مش بالميرور، انا فكرت فيها بروتيت. ممكن روتيت، بس ادي الاسهل، ما انت بتشوف انهي طريقه ادق واسهل. يلا انا ما كنتش اعرف بقى موضوع ميرور. وبعدين قلت لك يلا جرب ورجع. احنا خدناها بالحب، كان في تاني امر اللي هو امر اسمه تويست. تويست ده اللي هو بيعصر الكتله. لو انا معايا هنا ادي بوكس، والبوكس هروح اقول له لو سمحت انا عايز طول ضلع 10 في 10 يساره. ساره انت جيت يساره 10 في 10 طيب موجود. 700، جبت ساندوتش والشاي، اكلت. جبت اللي قلت لك عليه ولا لا؟ معي. اوكي، فانا هنا اهو كده رحت عملت ادي العمود بتاعي اهو، واجي ازود له سجن، واجي هنا كده يساره من موديفاي. الثلاث اوامر دول يساره احنا خدناهم بالحب بس ساعه امر اللي هو موضوع السجن، فانا بشرحهم دلوقتي. فانا عندي هنا ادي امر اسمه تويست اهو، حاجه اديله هنا انجل هيعصر الشكل، وخلي بالك لولا وجود السيجمنتس لولا ان هو اداك الايفكت ده، هتشايفها؟ تمام. تمام. حد عارف البونطة بتاعت شينوك؟ طيب اللي هي امر البيس ده بيديك الايفكت متركز فوق ونازل على ما فيش او نازل على اخر او بالعكس، هتشايف؟ عايز تروح تعمل تويست في انهي اكس؟ في الاكس ولا الواي ولا الزد؟ اكيد في الزد عشان ده الارتفاع. طب في انهي حته هنا يا جو؟ انت عندك الارتفاع 100، فانا ممكن اقول له ابتدي الايفكت العصر ده من السنتي 20 ينتهي عند السنتي 80، ده اختيارك، وتقول له هنا ادي الليمت افكت، هيروح يعصر في الجزئيه دي بس، يعني انت حددت له ليمتس معينه يروح يعصرها ويسيب لك بقيه العام. حد بس معايا؟ هو هنا تمام. اللور ليميتس عادي ممكن بيبتدي من اي رقم غير زي ما انت زيرو. عايز. طبعا. اوكي وخلي بالك برضك حاجه تانيه، انت ممكن مش هتطبقي امر تويست بس، انت ممكن تروحي تعملي وبند لو عايزه، يعني اقصد انت ممكن تطبقي اكتر من موديفاير اهي. شايفه؟ طالما السيجمنت سامحه لك بالكلام ده، عيشي الحياه بقى وفكري واخترعي كذا. حد معايا ولا اها قلب شمدان؟ اه وصلت؟ تمام حد يعرف يجربه؟ يلا تمام جرب ورجع. احمد الدنيا ماشيه معاك يا احمد؟ النت عندي شوي سيء، عشان هيك بطلع وبرجع بطلع وبرجع. طيب لو في حاجه قول لي، هتحب اعيدها لك من عينيا قول لي بس. إن شاء الله بس أعيد هيك المحاضرة وبشوف كيف الوضع، عشان يعني ما نأخر الطلاب الباقيين. ماشي. كان تالت امر برضك اتكلمنا فيه برضك كده بالحب من غير شرح، اللي هو امر اسمه تيبر. ايه تيبر ده؟ انا هعمل كتله عندي 10 في 10 في 10 اللي هو عباره عن كيوب. ماله ده؟ حاجه اشيل بس السيجمنت كاننا لسه ما عملناهاش، وهاجي من الموديفاير ليست وادوس حرف التي، فجاب لي امر تيب. بيعمل ايه؟ هو البيفوت ثابت من تحت، فمعنى كده ان التاثير هيحصل عندك على السطح اللي فوق، فهو بيكبر ويصغر بساطة السطح اللي هو البيفوت مش موجود فيه. ليه؟ عشان عندك امر كيرف ده بيخلي الخط المستقيم ده كيرف اهو. هتشايف؟ طب هو كده بقى كيرف؟ لا. ليه؟ لا عشان هنا عشان السيجمنت، فانا هضطر اجي ازود السيجمنت، وكل ما انت هتزوديها كل ما السموثنج بتاع الشكل هيبقى ازيد. ارجع لتيبر تاني. عايز تروح تعمل تيبر في انهي اكس؟ اكيد في الزد اللي هو الارتفاع. طب في انهي حته؟ هو الارتفاع كان كام سنتي؟ كان 10 سنتي، فانا هاجي اخليها يبتدي من سنتي 2 لحد سنتي 8.
يعني من 2 سم لحد 8 سم. حد معايا ولا؟ تمام. يعني كده الحاجة الوحيدة اللي هي ما بترضاش تحدد لك اللي هي اللور ليميت هي امر بند، عشان ما حدش ينسى. يعني البند هو الوحيد اللي ما بينزلش عن زيرو، فانت بتضطر تغير له زيرو، لكن تويست وتيبر هيرضى. هتشوفها؟ طب انا عندي سؤال، هل مثلا في استخدام مثلا في الادفانسد بيبقى مهم ان انا استخدم الثلاثه مع بعض، ولا ممكن واحد يغني مثلا؟ اللي هو ايه؟ يعني بند دلوقتي وتويست انا عندي وتيبر؟ بند وعندي تويست وعندي لا وعندي مفيش حاجه تيبر. اسمها، لا 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 بص، انت مفيش حاجه اسمها ادفانس. انت في حاجه اسمها انت جوكر، والشكل اللي هيطلع هتطلعه، هتتشقلب ويطلع بند بقى، بتويست، بتيبر، بقرد، باي مكان هيطلع، هيطلع فاهمني؟ باللي يجي معانا يعني. بس خد بالك، ما هو انت الادق واقل خطوات واقل سيجنال، زي الامتحان النهارده بتاع النهارده ده، ما انت عندك امتحان يتحط عليه درجه 4 محاضرات. حد يعرف يعملها؟ يلا جرب وارجع. لا هو بعد اذنك يا دكتور، لو عملت الشكل ده وعملت سكيل. سمعك. لا هو لو عملت الشكل ده وعملت سكيل مثلا 10%، هياخد من هياخد تحت انهي مساحة؟ مساحة البيت من تحت ولا من فوق ولا ايه؟ ويسحب، يعني يعني هيزود. هياخد من فوق ويسحب على تحت، لان البيفوت فين يا فنان؟ مطرح البيفوت ما موجود، مطرح ما بيثبت الدنيا، ويسحب من فوق. طب ممكن تجربها لي كده مثلا، عملي دلوقتي. اهي اهي تعالى هنا كده، ده الاوبجكت بتاعك اهو، البيفوت عندك من تحت اهو، شايفه؟ بص تمام. شايف؟ ثابت من تحت. لو انت خدت البيفوت من تحت، بص تمام. لو انت رحت، بس طب بص كده معايا، طب دي واحده، لو انت رحت مثلا جبت هنا ده اوبجكت اهو، حلو، السنتر بوينت فين؟ في النص اهي، البيفوت في النص اهو، بص امر سكيل هيسحب فين؟ في النص. تمام. من ناحيتين اهي، شايفه؟ في الاكس. يعني معنى كده ان انت مكان السنتر بوينت بيتحرك يمين وشمال، لو هو تحت هيتحرك فوق بس. وصلت؟ تمام، جرب ورجع. وصلت. بص الجزئيه اللي جايه دي في منتهى الاهميه، مش اهميتها عشان هي صعبه ولا عشان حتى خطواتها كتيره، لا عشان خطواتها لو انت اخطات فيها الكتله عندك احيانا كتير بتضرب، يعني بنسبه 70% بتضرب. مثلا عندك واجهه بتفرغ فيها شبابيك، عندك حاجه بتطرحها من حاجه ما خدتش بالك وخدت اوبجكت غلط، فدي المشاكل اللي بتطلع لك. ازاي؟ انا مثلا فرضا معايا دي كتله، وبص معايا وركز كويس قوي، هي كده كده الاستبس احنا قلناه من شويه وهعيدها تفصيلا دلوقتي، ومعايا مجموعه اوبجكت زي دي كده، وهبتدي مثلا اخد منها كذا نسخه كده، ماشي؟ مين الطارح يا كريستين، ومين مين المطروح منه؟ ايه تاني؟ الدوائر. الدوائر دي هي او سلندرز اه دي الطارح، المطروح منه هو اه عباره عن الايه؟ الارض. يعني كأن دي الشبابيك ودي الايه؟ الجنب الواجهه. اول خطوه انا بمسك اللي هي الحاجه اللي انا هطرح منها، ثم هاجي هنا كده، دي اسمها ايه؟ كومباوند. وده اسمه ايه؟ مش بوليان، خلي بالك انا بتكلم على برو بوليان اللي هو ده. وهتيجي تقول له هنا ستارت بيكينج، حد فاكر كوبي وانستنس وريفرنس؟ ايوه. هاخد موف، يعني اطرح واختفي، اطرح واختفي من هنا، يعني انت ما تبقاش موجود. هقول له ستارت بيكينج، خلي بالك الامر ده بيجمع ويطرح ويجيب انترسكشن، انا عايز سبتراكشن دلوقتي، فستارت، وراح واخد دي وادوس على اختها، والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والعاشره والالف. الله، طب ما الموضوع زي الفل اهو، ما انت عمال تخوفنا وخطوه غلط يا جو، ايه القصه؟ طب جو معلش، هو انت لا لو ممكن حبيت ما تروح. انا بدوس على ستارت وبعد كده اختار واحده. هعيدها لك تاني، بس خد بالك مش انت ده اللي انت طرحت منه؟ طب هل ينفع اعدل في اللينث والويدث؟ بص باي باي كده، هتشايف؟ فخد بالك تاني، هرجع تاني كده امضوها اهي، همسك اصل الكتله وهمشي بالراحه بقى عشان ده شرح، وهاجي هنا من كومباوند، وهاجي هنا بروبوليان يسار اهي، واجي اقول له ستارت بيكينج، وادوس وان كليك على الكوتا اللي انا عايز اطرحها. هتشايف؟ تاني اهي، نعمل بقى اللي احنا عملناه من شويه بتاعت الشباك ده، جنب اهو يا جو، انت هنا جو؟ مع حضرتك.
اهي. وخلي بالك بص الشباك فين اهو، بص يا كريستين كده في التوب، بص هو طالع وقاطع، مش عارف حد شايف اه ولا لا. ايوه اها كريستين ساره شايف. طيب، فانا هاجي امسك دي كده وهاجي ادوس شيفت وراح ساحب كده اهي، انا هعمل كده شباك حاط او مين شاطر يقول لي الخطوات اللي هي ممكن تكون صح؟ مين يقول لي؟ اللي انا ممكن فاكر اقول يعني. لحضرتك، هنخش قول. هنمسك الاول اللي احنا هنقطعه، الوال لا اللي نفسه هو اللي اللي هتقطع هيتقطع منه، منها. ايوه. اللي هقطع منه. الوال نفسها. جدع. بعد كده خش على اه. اللي هو البون. القائمه اللي بتاعت كومباوند. نجيب منها. ستاندرد. ستاندرد. كومباوند. بروبوليان اهو. ها. تمام. ونعمل بعد موف. كده بعد كده ستارت ستارت. بيكينج، ايوه. ستارت بيكينج وادوس. وتحدد اللي هيتقطع. اه بس يا مصطفى في عندك مشكلة، هو انت لو طرحت ده هتعمل الشباك ازاي؟ طب ما تاخد الكوبي يا مصطفى وادوس كده وان كليك، يبقى هو كده طرح لك وساب لك مين؟ نسخة احنا عملناها من شوية. ليه يا كريستين؟ عشان حضرتك تيجي تخلي عشان تاخد اعمله انا لاتس. هنا زيرو، واجي اعمل هنا ايه؟ اللو انتر. هي عبد الوهاب واشيل الجوينت زي اللي احنا عملناها اللي هي دي، تمام. واجي ازود السايد، واجي اقول لو سمحت ان البوكس يا كريستين انا عايزه دي سيجمنت. طب عايز اعمل ازاز، هكليك يمين هقول له كلون لو حد فاكر في الكوبي طبعا، هنشيل اللاتس منه. واشيل اللاتس من ثم كليك يمين واقول له بروبرتيز، جبت بروبرتس. واجي اقول له هنا لو سمحت انا عايزها 0.3 مثلا او 0.4 اللي هي الفيزابيلتي بقى، شباك وازاز ولا لا؟ تمام. تمام. هكرره، هروح جاي هنا لو حد فاكر كروسنج او ويندو، همسك كل دول واجي اعملها هنا كده جروب، ثم هاخد لي سناب واروح جاي قايل له لو سمحت انا مثلا حاجه اقول له ميد بوينت، هاجي هنا على دي كده مش عارف حد شايف اه ولا لا، ولو انت أيوة فهمت. اتلخبطت ما بين الحاجات اللي انت تمسكها امسك الشباك واعمل له لوك، يعني انت ما حدش هيمسك حاجه غير الشباك، يعني ما فيش حاجه تتمسك غصب عنك وانت مش قاصد. الشباك اهو هدوس شيفت واسحب ده كده كنسل اهو، هتشوف حاجه واقول له لو سمحت انا عايز كذا غير الاصل. ايه اللي طلع؟ كله معقول. انت معايا ولا فين؟ تمام. معاك. وصلت؟ تاني وصلنا. تاني ادي جنب اهو، هات السناب اهو، انا بعيد بس عشان ايه اللون نفسه كان كحلي غامق، فانا مش حاجه دي كده اهي، ادي جنب او ادي شباك، حاجه هنا كده شاف، واجي اسحب دي كده كذا واحده اهي، اشيل اخر واحده بس كده. ايه الخطوات؟ امسك الاصل وهاجي هنا كده يا احمد كومباوند، وهاجي اقول له بروبولين، وهاجي اقول له هنا ستارت، وهاجي كليك بالماوس اخر واحده اعملها كوبي وادوس وان، خلي بالك ما تنساش تراي كليك او كليك يمين عشان تخرج من الامر، همسك الشباك واجي كده من موديفاي، من موديفاي واجي اخلي التخانه بتاعته هنا زيرو حاجه كده، واقول له ال وانتر لاتس، اشيل الجوينتس مش عايزها، حاجه هنا كده للبوكس وازود له سيجمنت، ثم كليك يمين لون كوبي، هتشايف هشيل امر لاتس، كليك يمين بروبرتيز اهي، الفيزابيلتي هخليها مثلا بوينت كذا، حاجه هنا كده ويندو، اروح ماسك الاثنين دولت واجي اقول له لو سمحت روح اعمل هنا جروب، حاجه بالسناب على الميد بوينت، هعمل من تحت لوك واجي ادوس شيفت واخد صاحبنا ده كده وابتدي اقرب على بقيه الايه الشبابيك، اظبط بس الاكس بتاع اللي انا شغال فيه اللي هو ده، تعال نكبرها اهي هو ده، واجي هنا بالسناب وشفت هنا كده اهي، عايز كام واحدة؟ عايز أربعة غير الأصل أو ثلاثة غير الأصل. وصلت؟ وصلت؟ وصلت. تمام. تحب أعملها لكم ولا أنتوا تعملوها؟ نعملها احنا. نعملها اعملوها ولو في مشكلة عادي ألف مرة، يلا.
بص، اصل القصه او الزتونه دي مش عارف هي اتسجلت قبل بريك ولا لا، هي عباره عن كوره تتفتح. بص انا ما يخصنيش انها كوره، ما يخصنيش انها برزنتيشن، ما يخصنيش ان هي عباره احنا شغلنا ولا دي كوره ولا عماره ليه في القصه دي. انا يهمني الستابس او خطوات التفكير او خطوات تفكيرك انت في حل الكتل ايا ما كان شكل الكتل. لو هنتكلم في شكل مثلا معماري، انت ممكن تبقى شغل زي حديد او شغل اورجانيك في جزء كبير من الكلام ده. الانيميشن لو حبيت اعمل برزنتيشن برضك مش القصه او الهدف اللي انا بس عليه، يعني الهدف اللي هو تسلسل اللي هي الايه الخطوات بتاعتك. لو انت جيت بصيت كده هي عباره عن اربع تربع، تعال بس نوقفها كده ستوب، اربع تربع هتشايفها والحته من النص. طب تمام، تعال بقى نبدا كده واحده ونفكر في البدايه. لو انا جيت يا جو هنا اهو كده ورحت انا عامل كور، خلاص دي طبيعي، دي اول حاجه، بس هغير لونها من لون القاتم ده. ماشي. طيب ثم اصل بس الاسنان، هو هنا دي اربع تربع مفرغه من النص. طب تمام. طب ازاي اربع تربع؟ هو الراجل ده كان ادانا حاجه اسمها سلايس. طب ما تيجي تعمل لها سلايس من هنا من زيرو لحد 270. لا مش فاهم. طب ما هو ده الكتله بتاعتك سوليد، بالمنظر ده تفرغها ازاي؟ هي اولا هي بتتفتح من النص ولا من تحت؟ لا مش فاهم تاني، معلش. يعني هي بتتفتح الكوره دي من هنا ولا من سنتر من بوينت؟ فوق، لا من لا تحت، من فوق، من من السنتر هنا بوينت تحت. خلاص. فانا محتاج انقل البيفوت، السفير والجوي سفير. ممكن اروح اجي هنا مثلا هيراركي افكت بيفوت وهكذا. السفير والجوي سفير بالذات هتلاقي في عندك وظيفه جاهزه اسمها هنا ايه؟ فيس تو بيفوت. يعني دي مش قصه، انا ممكن اغير البيفوت عندي من هنا، دي مش قصه. طب ثم ماشي، بس حضرتك دلوقتي دي سوليد مش مفرغه. احنا خدنا المره اللي فاتت شفت مع سكيل اهي. بص هو ثابت، مين اللي كان بيسالني بيقول لما باجي اعمل سكيل بيسحب على فين؟ أنا حد شايف؟ بص ثابت منين وبيسحب فين؟ فانت هتعمل شيفت سكيل، فانت بتعمل نسخه تانيه اصغر. طب ثم احنا خدنا النهارده همسك الكبيره، ثم هاجي هنا ادي كومباوند بوليان ستار وهذا الصغير كده. بقى عندك كام ربع مفرغ؟ ربع واحد. واحد. بص الحته اللي تحت اللي متاكله دي مطرح ما انت سحبت الربع، هتشايف؟ يبقى انت كده محتاج تعمل اربع تربع. اعمل روتيت زي البرجوله بقى بالانجل سناب. هي الدايره كام درجه؟ 90 بقى، هنعملها 90 كده، الدايره 90 درجه؟ ده الجديد ولا ايه؟ 360 بس هنعملها على كله عدد 90. أربعة. تمام، يبقى أنا بس بحاول أفصل عشان الناس اللي هي مش موجودة معانا النهاردة. حلو؟ فأنا هاجي أقول له هنا شيفت وأروح ساحب سحبة واحدة كده. وأقول له أنا عايز ثلاثة غير الأصل. تمام، حلو أوي. يبقى أنت كده معاك أربع تربع وفي نفس الوقت مفرغ. خلاص بقى الموضوع سهل، أنت ممكن حضرتك تيجي تعمل لها هنا كده روتيت. الحق، ده كده روتيت بالحب، ده كده مش بدرجة صح؟ حد يرد؟ ايوه، أعمل إيه؟ هو الزاوية دي زاوية كام؟ اللي هي دي الزاوية القايمة دي كام؟ 90 درجة. تمام. أنا محتاج إن الأكس ده يبقى في نص الربع، يبقى أنا محتاج ألف الأربع تربع دول كام درجة؟ 45. يبقى هاجي هنا كده عند الأنجل سناب وأروح جاي كاتب له هنا 45. لا دي واحدة بس أنا مش فاهم ليه هتلفهم 45، هقول لك حالا دلوقتي. عشان كل ربع من الأربع تربع دي يتلف على المحور، حد شايف؟ حاجه عند تايم فريم 100، وهاجي كريستين عشان تسكتي خالص اوتو كي، وهاخد الربع ده ساندرا واروح جاي واخد دي كده هنا من هنا. كريستين تريس هنا، واخد كل ربع الفه 45 وامسك الاربع تربع واقول له لو سمحت روح لفهم لي اي درجه انت عايزها. يبقى انا كده اشتغلت على الاكسس بتاعتي على نص الربع، واعمل بلاي تطلع الكوره. سهلة ولا صعبة؟ هي سهلة، بس الكرة اللي كانت تحت ممكن طريقة التجويف تاني؟ هقولك طريقة التجويف تاني. هي عبارة عن أربع تربع، يعني هي عبارة عن كور أربع تربع، ويا دوبك أنت بتعملي ربع وبتفرغي منه شيفت سكيل الربع التاني. مش فاهم يعني أنت كنت فين؟ كنت موجودة، كنت بس لا أوكي، ما فهاجي لقطهاش. فهاجي كده سلايس أون. أنا محتاج ربع واحد من 0 ل 270، خد بالك. وهاجي اقول له انا عايز هنا البيفوت يبقى تحت، وهاجي اقول له هنا شيفت واسحب كده بسكيل.
همسك الكبيرة وهاجي هنا كومباوند، واجي هنا بروفوليان، واجي اقول له هنا ستار، واخد الصغير. وصلت؟ تمام. وصلت يا جماعة كده؟ تمام يا جو، تمام الدنيا الدنيا كده ظبطت؟ انا كده فهمت. طيب تاخد كام ثانية بقى كده وتعمل كام ثانية؟ مش هتعدي اجرب دقيقة، مش هتعدي دقيقة. يلا اجرب يعني يلا.